ويمكن القول بأن أوضاع مغاربة العالم تزيد سوءا نظرا لعدم اهتمام الحكومة المغربية ولا حتى الحكومات المتعاقبة بالمشكل العويص اللي تعاني منه مغاربة العالم. إلى جينا نشوفوا ونرجعوا شوية للتاريخ، أن بعد الخطاب الملكي ديال 5 نوفمبر 2005 اللي كان جات فيه واحد المجموعة ديال الإجراءات، وكان على الحكومة آنذاك أن تقوم بالأجراء ديال ما جاء في الخطاب الملكي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، فيما يتعلق بمجالس الحكمة، فيما يتعلق بحقوق المواطنة الكاملة. لكن الحكومة آنذاك لم تهتم بالمضمون ديال الخطاب الملكي. قمنا خلال دابا 2012 بعدة لقاءات مع البرلمانيين ومع الزعماء السياسيين وكذلك مع الوزير الأول آنذاك الأستاذ عباس الفاسي، أوصلنا ما يتطلب علاجه لحل مشكلات مغاربة العالم. بعد ذلك الوقت جاء دستور 2011 واللي فيه ثلاثة الفصول تتعلق كلها بالمشاركة السياسية، بالمسألة ديال المشاركة كذلك في مجالس الحكامة، لكن لحد الساعة لم تتم تفعيل ما جاء في دستور 2011، حتى أن المخطط التشريعي ديال حكومة بن كيران كان فيه أن قانون مجلس الجالية سيكون جاهزا سنة 2014. نحن الآن في 2017 وما زال قانون مجلس الجالية يتدحرج إما بين الفرق البرلمانية أو بين الوزير والأمانة العامة ديال الحكومة.